كتير منسمع حكي وقصص عن احتمال انهيار الاقتصاد بسوريا وعن انهيار العملة والتضخم وسعر الصرف، بس شو هنن هالشغلات وكيف فينا نساعد اقتصادنا لحتى ما يصير بسوريا مثل ما صار بلبنان ودول تانية انهارت فيها قيمة العملة الوطنية فجأة؟ شو يعني قيمة العملة؟ قيمة العملة أو النقود تعني أحد المعاني الثلاثة. أولاً قوتها الشرائية بالنسبة للذهب، يعني كمية الذهب المقابلة لسعر الليرة السورية. ثانياً قيمتها الخارجية، يعني قدي بتساوي الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، وهذا اسمه سعر الصرف. ثالثاً قوتها الشرائية، يعني قدي فينا نشتري غراض من السوق بـ 100 ليرة مثلاً. يعني كل ما غلي الذهب وصار سعر صرف الدولار أو أي عملة تانية أغلى وصارت 100 ليرة بتشتري شغلات أقل، كل ما عرفنا أنه قيمة الليرة السورية عم تنزل وأنه الاقتصاد ببلدنا عم يضعف. الحكومة والمصرف المركزي يلي هو مستقل عن الحكومة بيلعبوا دور هام بتحركات قيمة الليرة من خلال آليات بتختلف من بلد لتاني حسب نظام الحكم، منها تثبيت معدل صرف العملات الأجنبية، وهون بتتدخل الحكومة وبتثبت سعر الصرف بغض النظر عن أي شيء إن كان الاقتصاد قوي أو ضعيف، وهذا كان بسوريا قبل 2000. تحديد معدل الصرف من خلال استخدام سلة من العملات بدل ما تنربط بعملة واحدة، وهذا اللي عم تعمله سوريا مؤخراً، وبيلعب دور قوة الاقتصاد أو ضعفه، بس ضل الإشراف الحكومي على سعر الصرف. ومن كم شهر شفنا أنه الدولار عم يغلى بالسعر الرسمي مثلاً 100 للليرة، وبالسوق السوداء كمان بس أغلى 120 للليرة. تعويم العملة، وهو ربط سعر صرف العملة بقوة الاقتصاد بس، وهي حال الولايات المتحدة الأمريكية. المخزون الاحتياطي، سعر العملة بيعتمد إما على احتياطي الدولة من المعدن الثمين مثل الذهب، احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، وكمان الودائع والسندات يلي بيحتفظ فيها البنك المركزي. طيب من وين بتجي قوة الليرة؟ ارتباط قيمة الليرة بسلة عملات أساسية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري بدل ما تنربط بعملة واحدة بس مثل الدولار أو اليورو. من الاقتصاد الوطني وحجم الصادرات والواردات بالبلد، السياسة المالية للمصرف المركزي مثل توفير كميات كبيرة من العملة الأجنبية بالسوق وتثبيت سعر الصرف مثل ما ذكرنا، المخزون الاحتياطي للعملات الصعبة الأجنبية والذهب. وهذا بياخدنا لدورنا بدعم اقتصادنا ومساعدة الليرة السورية. ولحتى ندعم الليرة السورية لازم نساعد بمعرفة المخزون الاحتياطي الحقيقي الموجود بالبلد وعدم نشر الإشاعات بهالخصوص، عدم تهريب العملات الأجنبية خارج البلد، التعامل بالليرة السورية دائماً مو بأي عملة تانية، استهلاك وشراء المنتجات الوطنية بحال توفرت طبعاً، وكمان أسلوب العمل الإغاثي لحتى يتم تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل، يعني توفير حبوب للمزارعين لحتى يزرعوا أراضيهم بدل ما نعطيهم سلال غذائية كل شهر، تشجيع الصناعيين والحرفيين على توفير مواد محلية الصنع قدر الإمكان، وصرف العملات الأجنبية داخل سوريا قدر الإمكان.